يلتقي اليوم منتخبا فرنسا والبرتغال في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم. فرنسا نالت اللقب مرتين في تاريخها وتبحث عن التتويج باللقب للمرة الثالثة. من جهته لم يتوج منتخب البرتغال بأي لقب قاري بعد أن خسر في نسخة 2004 أمام اليونان. بدأ المنتخب السعودي اليوم معسكره الخارجي في النمسا ضمن البرنامج الإعدادي لمشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.